طيب مستر بيتسو موسيماني اللي هيكون ضيف الكابتن اسلام الشاطر، وان شاء الله تستمتعوا بلقاء خاص ثري جدا الليله في حفله هتلاقوها مختلفه جدا. بدا يدخل امزجه الجماهير وبعض الكتاب، وده من واقع النتائج، من واقع النتائج اللي بتتحقق والعلامه الكامله اللي المدرب بيعملها. واضح جدا ان الناس بدات تدرك انه القرار اللي اخده النادي الاهلي بالتعاقد مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني كان قرار مدروس بجد، لانه الاقي في الاهرام العربي الاستاذ عماد انور في مقاله مهمه من جماهير الاهلي الى موسيماني حيرت قلبي معاك، في كلام عن تجربه هذا المدرب وازاي الظروف كانت بالغه الصعوبه وازاي قدر سريعا. حتى بيحكي الكاتب انه مستر بيتسو موسيماني من البدايه قال للكابتن الخطيب انا جاي وعارف النادي الاهلي، جاي وعارف ان هذا الجمهور وهذا النادي لا يرغى لا يقتنع بغير التتويج، فباستمرار فكره بطولي هاو تو وين. خلفيته جايه من انتصارات من نجاحات، خلفيه افريقيه، مدرب ذكي يقدر يعني يلعب بالمعطيات اللي عنده بالظبط، سواء نقاط القوة الضعف اون تارجت هو رايح للهدف، وراجل حافظ كل شيء عن النادي الاهلي وكان يتمنى انه يدرب النادي الاهلي، كان يتمنى. بص عايز اقول لك على حاجه من المفارقه العجيبه، بيتسو موسيماني وقع في غرام الاهلي في الاستاد هنا وقعد بالتليفون يلف وهو بيصور مشهد الجمهور، ايوه باندهاش وانبهار، حرم منه هنا باندهاش وانبهار، تلف الايام وجمهور الاهلي في الدوحه يحط مستر بيتسو موسيماني في نفس الموقف ويهتف له بنفس الهتاف، ويقف بيتسو موسيماني بالموبايل باعداد اقل وفقا للمسموح بيها. مش اعداد يا استاذ ابراهيم، المره دي الجمهور شايل صورته في المدرجات، عامل له احتفاليه، يعني هو المره دي بيصور جمهوره مش جمهور الاهلي بالظبط، جمهوره مع جمهور الاهلي طبعا، لكن في المره اللي فاتت كان منافس، هو جاي الاهلي كان منافس له فكان منبهر، فانه يجد نفسه المره اللي فاتت كان يلاقي ان الجمهور ده شال صورته، المره اللي فاتت منبهر والمره دي ممتن، وتشوفوا الهتاف في الدوحه اللي جماهير الاهلي ورابطه محب الاهلي وعشاق الاهلي في الدوحه ليهم كل التحيه. بيتسو بيتسو بيتسو، ما أجمل أن يأتي كالإنصاف في اللحظة المناسبة، وما أحوجه لهذا الإنصاف، وما أحوجه. في ناس عمالة تدور على كيف تهيل التراب على كل صورة جميلة، هو إزاي تعرقل الأهلي، هو ده هدفه، ما هو طبعا عشان كده بقول لك ما أنت مش لاقي طريقة تانية لازم هتقول كده، نادي الدولة، التحكيم، الحلال والحرام، السحر وشبرخيت، مش عارف ايه، بيعرفوا من الاتحاد الافريقي ايه، عايشين الليلة يعني، وتظل تكذب حتى تسمى